كجزء من أعمال مشروع تطوير طريق الشمال، افتتحت هيئة الأشغال العامة تقاطعات صغوة وأمصلال محمد والجسر الرابطة بين طريق الحويلة وطريق الشمال، وكذلك الطريق الرابطة بين مدينة الخور وطريق الشمال. نحن الآن في يوم افتتاح أحد التقاطعات في مشروع تحسين طريق الشمال. المشروع هذا يتكون من 5 تقاطعات، 2 منهم إيداد و3 منهم جرى تحسينهم من مسار إلى عدة مسارات. المشروع اللي هو مشروع تحسين طريق الشمال الممتد من مدينة الدحيل إلى مدينة الشمال يتكون من عدة تقاطعات مثل ما قلنا، وهو 98 كيلومتر. علشان تكونون في الصورة، الجسر هذا صغوة، هذا التقاطع اللي بيفك أزمة المتجهين إلى جامعة قطر وملعب الجولف وغيره. طبعا هذا التقاطع كله جديد، تقاطع يحتوي على 7 جسور. طبعا الحين احنا جايين من اتجاه جامعة قطر القطيفية ومدينة الوسيل والدحيل باتجاه الدوحة. لو خذينا يسار باتجاه الدوحة، ولو خذينا سيدة نكمل لين مدينة زغوة والإخريطيات. طريق الخور رابط بين طريق الشمال حتى دوار راس لفان المسمى بدوار المسويع قبيل مدينة الخور. تم تصميم وتوسعة الخط إلى 3 مسارات في كل اتجاه بدلا من مسارين، وكذلك تم استحداث مزيدا من المداخل والمخارج الجانبية. بالنسبة لتقاطع مصلال محمد فيتكون من مسربين منفصلين يقطع بينهم جسر واحد يحتوي من 2 إلى 3 مسارات، بالإضافة إلى إشارتين ضوئيتين. الجسر هذا يحتوي على 4 مخارج تم افتتاح 2 منهم. طبعا هذا التقاطع الجديد بمثابة حلقة وصل بين المناطق المحلية المجاورة شرق وغرب طريق الشمال، ويخدم سكان منطقة المصلال محمد الحيوية. بعد بيوفر هذا التقاطع تدفق مروري محلي سلس يسمح بالوصول من وإلى طريق الشمال وتجنب الازدحام الذي يشهده تقاطع الخيسة، وبيساهم في تسهيل حركة المرور بين طريق الخدمات وطريق الشمال. تقاطع الحويلة طبعا كان يتكون من مسار واحد في كل اتجاه، حاليا أصبح يتكون من 3 مسارات في كل اتجاه مع مراعاة السلامة المرورية، وتم تعليق اللافتات. طبعا الجسر هذا يربط بين منطقة الحويلة وحوالين منطقة الحويلة مثل مدينة الكعبان وغيرها. أصبح يوجد هناك طرق خدمية تخدم سكان مدينة الكعبان وتربطهم بتقاطع الحويلة. طبعا لا يوجد إشارات ضوئية في هذا التقاطع. يذكر أن الافتتاحات الجديدة تأتي ضمن مشروع تطوير طريق الشمال، والذي يبدأ من تقاطع الدحيل شمالية الدوحة وحتى مدينة الشمال، ليشمل إنشاء تقاطعين جديدين في منطقة زغوة وأم صلال، وتنفيذ أعمال التطويرات والتوسعة ل3 تقاطعات، منها تقاطع الحويلة، بجانب أعمال تطوير عدد من الطرق منها طريق الخور الشمال. وسيخدم هذا المشروع الحيوي العديد من مشاريع التطوير القائمة على امتداد طريق الشمال.